بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في الدرس رقم 30 في CSS. اليوم إن شاء الله غنتكلمو على لي بروبريتي شورت هاند. رفيتي ذكرناهم باختصار، اليوم غنذكرهم ونركزو عليهم باش المسائل تضبط 100%. ألوغ الغرض من لي بروبريتي شورت هاند هو أنك تصغر الكود ديالك. نعطيو أمثلة بشي حوايج فايتين ذكرناهم ولكن هنا غنجمعوهم باش توضح الأمور. اذا كنت باغي ندير واحد لاسباس اكستيريور مثلا هذا الباراغراف هذا، باغي نستعمل لا بروبريتي مارجين، غنجي هنا بي وغندير مارجين، ولكن غندير مارجين من الفوق ومن التحت و اغوش و ادغوات. فغندير مارجين توب ومن الفوق مثلا ندير 20 بيكسل، مارجين رايت ومن الجنب ندير 30 بيكسل باغ اكزومبل، من التحت مارجين بوتم ونعطيه من التحت مثلا 50 بيكسل، واخر وحده مارجن ليفت مالها ما مكتوبش مزيانه زدت لها جي، ونعطيها من اليسار نعطيها مثلا 40 بيكسل. اونجيستري نجي اكتواليزي، فهو دار لي مارجن اللي دات لي من الجهات كاملين، من الفوق ومن اكوش راه ما كيبانو، ولكن اضغط من التحت ما غيبانوش ليا، لان ما كاينش شي اليمون واحد اخر، ولكن راهم كاين اون مارجن كتحيط بهذا الباراجراف هذا من الجهات بربعة مزيان. دونك شنو هي الشورت هاند؟ الشورت هاند هي نحيد هادشي كامل ونعوضو بإن سول بروبريتي اللي هي لا بروبريتي مارجين، وندير دو بوان ونعطي هنا ربعة ديال لي فالور، 20 بيكسل، 30 بيكسل، 50 بيكسل، 40 بيكسل، ودابا بإمكاني نلغي هادو كاملين. الو ولاحظوا الترتيب راه مهم هنايا، ما تبقاش ترتبهم كيما بغيتي وتقول له نافيغاتور سير عم بحرك انت وزعهم كيما شقات لك، راه ما غيدخلش في النافيغاتور راسك ويبدا يعرف اين قيمه لمن غيعطيها، واش الفوق ولا لتحت ولا لا، راه عنده واحد لوردر اكزاكت. وفي لي بروبريتي شورت هاند راه لوردر امبورطون، تبع لوردر اللي كيعطيوك. اذا كنبدا هنايا الفوق ها هو كنتبعو ليمن، كنتبعو لتحت، كنتبعو ليسار، هادشي راه قلنا حسب عقارب ساعة. وهاد المسألة راه في جميع لي بروبريتي اللي فيهم هاد الجهات الأربعة، مثلا تا البادين لا ميم شوز، تا البادين كاين بادين توب، بادين رايت، بادين بوتوم، بادين ليفت، فتا هو كيتبع لو ميم أوردر، الفوق، ليمن، لتحت، ليسار. المثال الثاني اللي غنديرو ديال باك جراوند، راه حنا شرحنا لا جيستيون دو فون ولكن ما درناش لا بروبريتي شورت هاند، هادي من الأسباب علاش درت هاد الفيديو هذا. فغنجي هنايا وندير بادي وغنعطي لهاد البادي بزاف ديال لي بروبريتي خاصين بالباك جراوند ديالو، فغنبدا باك جراوند كالر، ونعطي باغ اكزومبل اورانج، نتبعو باك جراوند ايماج، ونعطي هنا اون ايماج كاين عندي في البيرو، نستعمل هادي باغ اكزومبل، دابا ها كنجيو كنهز ايماج كاينة في البيرو صافي، هادي كذا هادي قريبة ليا، دونك هنا تي اف دي اي بوان بان جي، انا كنمشي وسط يو ار ال نسيتها، دونك يو ار ال نحل البارونتيز ونسدهم و بوان فيغي. لا تخوازيام بروبريتي باك جراوند ريبيت، واش بغيت هاد ليماج ريبيتا ولا لا، فغندير ليه هنايا ريبيت فيهم بجوج، ولا ندير ليه نو ريبيت، يلا نو ريبيت بوان فيغي. لا بروبريتي الرابعة اتاتشمنت، دونك باك جراوند اتاتشمنت، و هنا ندير ليه فيكسد، لان اتاتشمنت كتاخد دو فالور فيكسد ولا سكرول. لا ديغنييغ باك جراوند بوزيشن، و ندير ليه هنايا توب رايت، يعني بغيتي لا بوزيشن بغيتها تكون الفوق و على اليمين. اونغوجيستري، و هنا راني غالط، راني درت هنايا تيغي مكنديروش تيغي، كندير لا فالور لولا توب يعني بغيتو يكون الفوق و رايت، كندير بيناتهم دي زيسباس. انرجستري نجي لاباج ديالي اكتواليزي، فكتلاحظوا هو دار لي كاع داكشي اللي بغيت، دار لي لا كولور ديال الخلفيه اورانج ها هي، دار لي ليماج ودارها لي على اليمين الفوق وما عاودهاش، اي با دو ريبيتيسيون. اتاتشمنت ما غاتبانش، اذا اتاتشمنت كتبان لي كانت الصفحه ديالي طويله وبقيت غادي كنهبط لتحت، حنا ماشي غرضنا دابا هذاك هنايا. مزيان نرجع دابا هنايا ونشرح شنو هي شورت هاند. الوغ شورت هاند هنايا يمكن لي ندير غير باك راوند هنايا وندير دو بوان وغنعطي هاد لي 5 فالور كاملين، فغنجيب غنكوب فيهم بهاد الترتيب هذا، دونك اورانج حطو هنا اسباس يو ار ال تي اس دي اي بوان بي ان جي كوبيها نحطها هنا اسباس
espace, espace, point virgule, enregistrer. On a eu le canet, on trouve d'abord et pas le même résultat. Et là, j'ai la page actualisée. J'ai un écran actualisé. حاجة ما تغيرات. إذن هاد لا لين هادي هي ايكيفالون لدوك خمسة لي لين اللي حيدت، ولكن عاوتاني خصك تبعها بلو ميم اوردر. كنبدا باكراوند كالار، تبعها ليماج، تبعها واش بغيتيها تغيبيطا ولا لا، تبعها باتاتشمنت واش بغيتيها فيكست ولا سكرول، وتبعها في الاخر بلا بوزيسيون ديالها. وماشي مشكل اذا حيدتي وحده من هاد لي بروبريتي، ولكن الترتيب ما خصوش يتخربق. يعني مثلا ما عنديش اون ايماج هنايا، مثلا ما بغيتش ندير هاد ليماج هادي، نحيدها اونغوجيستري جينايا. تحيدت ليماج ولكن باقا المسائل الاخرى كما هي. علاش؟ لان لوغد هو هذاك، وبطبيعه الحال اذا ما كايناش اون ايماج فهاد لي فالور كاملين ما لاقين والو. انا عطيتكم اكزومبل، دابا نرجع ليماج هيا، ودابا الا بغيت نحيد مثلا هاد نو ريبيت، بغيت نخلي لا فالور باغ ديفو لانه كيتريبيتا. الا اونغوجيستري دابا اكتواليزي كتلاحظوا هي ولات دابا كتريبيطا، شتا ولا كولور ديال الخلفيه ما غاتبانش. علاش؟ لان ولات ايماج مور ايماج، ما يبانش لكم دابا داك لورونج، ولكن راه كاين تحت من ليماج. اذا في باك جراوند شورت هاند خصك تتبع هاد لوغدر هذا، لا كولور باك جراوند كولور، ليماج باك جراوند ايماج، لا ريبيتيسيون باك جراوند ريبيت، اتاتشمنت باك جراوند اتاتشمنت واش فيكس ولا سكرول، و لا ديرنيير باك جراوند بوزيشن. مزيان. ليكزومبل الثالث هو ليكزومبل ديال لا بوردور، فنجي نديرو هنايا. فبوردور عندها ثلاثة ديال لي بروبريتي، بوردر ويت، وندير لي مثلا هنا دو بيكسل، بوردر ستايل، وندير لي هنا باغ اكزومبل دوتد منقط، لا ديغنييغ بوردر كالر، وندير لي مثلا يلو، فاكيل، ونحيد دابا هادي، مابقاش محتاج هادشي. اونجيستري صح كتلاحظوا هي ليماج ديالي، نحيدها ديال لو هذا ما كيبانش، ندير ريد. ايوا يمكن لي نحيد دابا هاد لي تخوالين وندير بلاصتهم لا بروبريتي شورت هاند بوردر، ونتبع هاد لوغدر هذا. الويت هو الاول يعني دو بيكسل، السيل هو الثاني يعني دوتد، او لا كولور هي الثالثه يعني ريد. اذا كان نلغي هادو كاملين ونخلي غير هادي، وما غتغير حتى شي حاجه. نحطو بان يمكن لك هنا كاع دير اون بوردير من جهه وحده. اذا جيت مثلا هنا ودرت ليفت فغيدير لي هاد الخدمه غير من الجهه اليسرى، شتا. الو هنا مثلا لو بغيت دير بوردير من كل جهه، فهاد الشورت هاند كتجي مزيانه. علاش؟ لان الا غدير ثلاثه ديال لي لين لكل جهه راه غتولي عندك 12 لين، تخيل. اما دابا الا كل جهه باغي دير ليها لين ولكن غتستعمل الشورت هاند، الا غتستعمل ربعه ديال لي لين بحال هادو. دونك كنجي كونترول سي هنايا رايت، هنايا توب، وهنايا باتم، نستعمل شورت هاند وعطاتني ربعة لي لين. وتخيل لجيت جيت لهادي وبغيت ندير هنايا مثلا ويت، شا ونحيد هادو ونجي تحت منا وندير بوردر ليفت ستايل بوردر ليفت كولر، ونعاودها فيهم كاملين، غيولي عندي 12 لين. اللي كيحبوا اختصار الكود ما يعجبهمش هذا الشيء، فهذا الشيء اش داو لهم هاد لا فيرسيون شورت هاند. كنتمنى المسائل تكون واضحه، ونشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمه الله.